مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة في بيت السعادة. بيت السعادة زي ما اتكلمنا قبل كده برنامج منكم وليكم، حتى فقرات البرنامج هتكون صوتكم بجد. اتكلمنا قبل كده عن العلاقات، واتكلمنا عن الروح، واتكلمنا عن الحب، واتكلمنا عن فقدان الثقة، واتكلمنا على الإبداع. النهاردة هنتكلم عن أسرار التفكك الأسري. أسرار التفكك الأسري يا جماعة اللي بقى انتشر الفترة الأخيرة بزيادة جدا، واصبح دلوقتي ان الزوج ما بيقعدش مع زوجته، ان في مشاكل كتير جدا بتحصل، ان مفيش روح، ان مفيش حب ما بينهم. التفكك الاسري اسباب انتشار الطلاق بقى حاجه فظيعه جدا. ليه اسباب الطلاق انتشر الفتره اللي فاتت؟ وليه التفكك الاسري بقى عادي جدا ومفيش حب ومفيش روح ما بينهم؟ دلوقتي تلاقي الست او تلاقي البنت وهي مخطوبه تقول لك ايه؟ البنت تقول للراجل انا كلمتي اللي تمشي في الخطوبة، لو في حصل مشكلة ولا حاجة ما بينهم في مكان عام أو في كافيه أو في مطعم، طب حل الموضوع بعد كده نتكلم في البيت. تقول له لأ، اسمع أنت كلامي الأول. ليه الست وصلت لكده؟ ليه البنت والتربية في البيت بقى كده وبالطريقة دي؟ ليه مفيش تسمعي كلام زوجك، تسمعي كلام خطيبك في الصح مش في الغلط، في الصح مش في الغلط. وبرضه الراجل عليه دور كبير جدا. في رجالة يعني وحشين جدا، في رجاله طريقه المعامله بتاعتهم سيئه جدا مع الزوجه ومع البنت. تلاقيه طول النهار غايب بره البيت، وبيرجع يتغدى وبعد كده ينزل مع اصحابه على القهوه، وبعد كده يلعب معاهم بلاي ستيشن او يروح ماتش كوره، وسايب البيت من غير رابط ولا اي حاجه، وتلاقي البيت مفكك من جوه. ومن هنا بتبدا انتشار الخلافات. ومش بس كده، تلاقي الابن او البنت في وادي تاني خالص، مش موجودين اصلا، مفيش حاكم في البيت. وتلاقي الراجل شخصيته ضعيفه في البيت هو كمان، والست هي اللي بتحكم وهي اللي بتنهي، وهو المفروض يقول حاضر ونعم. لحد امتى يا جماعه؟ الطلاق بقى بالنسبه لنا سهل جدا، اي مشاكل او اي خلاف انا عايز اتطلق، انا مش هقدر اعيش معاك. ولو واحده موظفه يا اما بتبقى ناجحه في شغلها يا اما ناجحه في بيتها، ما بتبقاش ناجحه في الاثنين. وقليل جدا قليل جدا لما تلاقي زوجه ناجحه في الاثنين. انا مش بقول للست ما تشتغلش، الست تشتغل، بس البيت له حقوق عليكي، البيت له حقوق عليكي، وزوج ليه حق عليكي، واولادك ليه حق عليكي. انت بتنزلي تشتغلي وبتكافحي معايا مفيش مشكله، بس ما ترجعيش تعايري زوجك. في نماذج كتير جدا في الجرنان عندنا سجلت معاهم في الحاجات دي، وتلاقي الزوج ما عندوش احتواء وما عندوش الفه. انا بغلطكم انتوا الاثنين. ليه البيت ما عادش فيه سعاده؟ ليه المشاكل زادت؟ على العموم انا حابب بس اقول كلمه لكل ست وكل راجل، حبوا بعض، حبوا اولادكم. بقول لكل راجل اقعد في بيتك، اقعد اسمع اولادك، اسمع مراتك، احتوي اولادك واحتوي مراتك، احسن مليون مره من الشغل. على العموم هندخل سريعا كده عن نادي الاهلي. طبعا ببارك لكل جمهور نادي الاهلي العظيم، ونادي الاهلي عامل ماتش امبارح قوي جدا قدام الترجي، ماتش في نصف النهائي، خلاص النادي الاهلي في النهائي، في نهائي افريقيا. فريق محترم، اداء جامد جدا، ما كنتش اتوقع ولا اتخيل ان الترجي يكون بالضعف ده. الترجي ما عملش حاجه في الماتش خالص، الاهلي كان مسيطر على المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. الاهلي عمل ماتش كويس، موسيماني المدرب نادي الاهلي قدم مباراه قويه جدا بكل امانه، هو بيثبت نفسه. وبعض الجمهور نادي الاهلي غضبانين يقول لك موسيماني مش بمستوى نادي الاهلي. يا جماعه والله موسيماني الفكهان الجميل ده عمل ماتشات كويسه جدا مع النادي الاهلي. مبروك طبعا لجمهور نادي الاهلي ونادي الاهلي العظيم، وبالتوفيق ان شاء الله. هنطلع تقرير نشوف كده جرينلاند. جرين ده مركز طبي جميل جدا، من المراكز الجميله اللي انا بنصح الناس اللي هي تروح المركز ده. هنطلع نشوف تقرير ونستقبل دكتور صلاح الدين حسين، ونتكلم عن زراعه الاسنان اللي في ناس كتير جدا قالت لنا عايزين دكتور تستضيفه في برنامجك، نتكلم عن زراعه الاسنان. هنطلع نشوف التقرير ونستقبل الدكتور صلاح معانا. فاصل ونرجع لبعض تاني. مساء الفل، النهارده من عيادات جرين لاين معايا الدكتوره مريم. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير. الله يخليك. ممكن تعرفينا اكتر عن تخصص حضرتك؟ انا دكتوره مريم عماد،
اخصائيه علاج طبيعي بسن النحافه عيادات جرين لاين. في الفيديو ده كنت حابه اقول لكم على ان احنا المفروض نبدا نظام مش هقول دايت، بس احنا المفروض نغير طريقه اكلنا، نقلل من الدهون، نبدا نظام صحي، لانه السمنه ما بقتش حاجه كوزمتيك او تجميليه، لكن بقت حاجه صحيه. السمنه دلوقتي بتجيب امراض، بقينا نعاني من ديسكات وغضاريف بسبب السمنه، فلا مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من النظام الغذائي بتاعنا فور هيلث مش فور كوزمتيك خالص. يعني صحتنا مهمه جدا. كمان عندنا في عيادات جرين لاين علاج طبيعي، يعني انت لو بتشتكي من اي مشكله ديسكات او اي مشكله بسبب بجانب السمنه، احنا معانا علاج طبيعي تمام. في ناس بقى بتقول هل في العلاج الطبيعي طبعا في مع الكورسز اللي حضرتك بتحدديه في طبعا اجهزه بتشتغلوا بيها؟ طبعا في اجهزه علاج طبيعي، في تمارين، في علاج يدوي. حابه اوضح نقطه مهمه جدا، العلاج الطبيعي الصح ما يبقاش اجهزه بس، مش بقلل من اهميه الاجهزه، الاجهزه مهمه جدا، ولكن اجهزه العلاج الطبيعي الصحيحه لازم تشمل ثلاث برانشز: علاج طبيعي، اجهزه، وعلاج يدوي، تمارين علاجيه، عشان تبقى الجلسه افكتيف مفيده ومهمه جدا. الكورس يكون كامل يعني؟ طبعا كل حاجه بتدي افكت على الحاجه اللي قبلها. طبعا مش اجهزه بس، لا. بقى بتقول ان هل في العلاج الطبيعي طبعا في مع الكورسز اللي حضرتك بتحدديه في طبعا اجهزه بتشتغلوا بيها؟ طبعا في اجهزه علاج طبيعي، في تمارين، في علاج يدوي.